تحقيق التوحيد المحقق حقا للتوحيد لا بد يدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله هل تشك في التوحيد؟ الذي يشك في التوحيد كافر كفر أكبر إذا لماذا لا ندعو للتوحيد؟ الذي لا تشك فيه واحد بالمئة هذا لا تدعو إليه فتوى لها كبار العلماء لكن تعلم الناس التوحيد تدعو الناس إلى التوحيد تحذر من الشرك هذا من أوجب الواجبات